وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. نرحب بك في نشرة الثالثة. ما هي أبرز المواد المتعلقة بالاشتراطات على صعيد زيادة المساحة البنائية للوحدات الإسكانية والقسائم السكنية والمكاسب التي سوف تتحقق للمواطنين على هذا الصعيد؟ مساء الخير. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس الوزراء الموقر لموافقتهم على إصدار القرار رقم 899 لسنة 2024 بخصوص الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية. طبعا من أبرز المواد المدرجة في القرار هو السماح بالبناء على الجراج طابقين بالنسبة للوحدات السكنية، والسماح بالبناء طابق واحد على القسائم السكنية، وكذلك تقليل مساحة الارتدادات للوحدات السكنية والقسائم على حد سواء، واللي تصل في بعض الأحيان إلى مترين بالنسبة للارتدادات الأمامية. أما بالنسبة لأبرز المكاسب الجديدة بالنسبة للمواطنين اللي ضمنتها الاشتراطات الجديدة، هناك العديد من المكتسبات التي يحصل عليها المواطن المنتفع بالوحدة الإسكانية والقسيمة السكنية، وهي أكبرها إلغاء حظر بناء الإضافات المتعلقة بالإنشاءات الكبرى في الوحدات الإسكانية اللي كانت مدتها 15 سنة، استبدلناها بالإشراف الهندسي، وكذلك السماح بإنشاء مجلس خارجي والسماح ببناء المصاعد في مساحات الارتدادات، ووضعنا اشتراطات لبناء البرك، وهذه كلها أمور كانت لم تتضمنها الاشتراطات السابقة. نعم، أيضا القرار يأتي استجابة للتنسيق المشترك مع مختلف الجهات، يعني هل لك أن تطلعين على تفاصيل في هذا الجانب؟ طبعا قرار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية أتى ضمن حزمة من البنود القانونية المتكاملة، والتي أقرت لأول مرة في تاريخ المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين، وجاء ذلك استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين طبعا التشريعية والتنفيذية، وبعد دراسة حالات عديدة وردت الوزارة ومقترحات من المواطنين من خلال النظام الوطني للشكاوي والمقترحات التواصل. وبغيت أشير بأن الوزارة عملت طوال هذه الفترة السابقة ضمن فريق عمل متكامل يضم إلى جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كانوا معنا وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، واللي تم فيها كذلك مناقشة هذه التعديلات في مراحل إعداد المقترح قبل اعتماده مع المجالس كذلك البلدية وأمانة العاصمة في عدة اجتماعات ولقاءات سابقة. وطبعا يعتبر هذا العمل بمثابة مجهود مشترك متكامل مع كل الجهات اللي ذكرتها حتى يكون بهذه الصورة الحالية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر. نعم، سعادة المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.